تطبيقات رائعة تساعد الأطفال والكبار على تعلم البرمجة. قد تعتقد أنه من الصعب على الأطفال تعلم البرمجة وهم بأعمار صغيرة، وهذا الاعتقاد غير صحيح. هنالك عدة حلول رائعة تمكنهم من امتلاك مهارات البرمجة منذ الصغر، ومن هذه الحلول نذكر تطبيقات البرمجة للأطفال الصغار التي تزداد شهرة مع تطور تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر في وقتنا الحاضر، حيث توفر هذه التطبيقات طرقا لبدء مغامرة البرمجة، كما أنها تشجع الأطفال على أن يصبحوا مبدعين بالبرمجة وليسوا عبارة عن مستهلكين للتكنولوجيا. فلنبدأ بالسؤال الجوهري، هل تعليم البرمجة جيد للأطفال؟ منذ فترة ليست بالبعيد بدأت فكرة البرمجة للأطفال تصبح أكثر شهرة، حيث تشير إحصائيات تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أنه في عام 2025 سوف يصبح هنالك 3.5 مليون وظيفة ترتبط بالبرمجة وبتلك المجالات التعليمية. ومما لا شك فيه أن تعلم البرمجة للأطفال من الأمور الضرورية التي يجب إتقانها، لأننا مقبلين في السنوات القادمة على البرمجة بشكل ملحوظ للغاية، وذلك بسبب التطور التكنولوجي اللافت للنظر. بالإضافة إلى ذلك هنالك عدة أسباب تشجع على تعليم الأطفال للبرمجة منذ الصغر، ومن هذه الأسباب نذكر أن هنالك طلب كبير على المبرمجين، وتتيح معرفة البرمجة للطلاب فهم العالم بشكل أفضل، والبرمجة ممتعة للجميع، والبرمجة تحسن الإبداع، والبرمجة تحسن التواصل والتعاون وحل المشكلات. باستخدام مهارات البرمجة الجديدة يمكن للمبرمجين الأطفال إنشاء ألعابهم الخاصة مع تعزيز مهارات حل المشكلات لديهم وممارسة التفكير المنطقي والرياضيات ومهارات القراءة أيضا. وسوف تساعد هذه التطبيقات الأطفال على تعلم كل شيء يرتبط بالبرمجة، من الأوامر البسيطة إلى البرامج المعقدة. تتميز تطبيقات البرمجة التي سوف نذكرها بأنها تتضمن مجموعة من التنسيقات المصممة لمختلف الأعمار والقدرات الذهنية. فلنبدأ مع أول تطبيق الذي يسمى أكاديمية كود سبارك. هو تطبيق حاز على عدة جوائز بمجال تعليم كيفية البرمجة للأطفال. واجهة هذا التطبيق شبيهة بالألعاب تجعل البرمجة ممتعة للأطفال ولا يدركون حتى أنهم يتعلمون. يتعلم الأطفال البرمجة باستخدام شخصيات محبوبة تسمى The Foz. يستخدم الأطفال التفكير المنطقي ومهارات حل المشكلات لمساعدة الشخصية في التطبيق على إنجاز المهام. يمكن التطبيق المفكرين الصغار من إنشاء قصصهم وألعابهم التي تمهد لهم الطريق كي يصبحوا صناع تطبيقات ماهرين في المستقبل. تسمح الألغاز المصممة بعناية للأطفال بالتعلم دون المساعدة من الآباء أو الأخوان أو الأخوات أو الأمهات، مما يعزز لديهم الشعور بالثقة عند حل المشكلات. يسمح هذا التطبيق للأطفال إمكانية برمجة ألعابهم الخاصة ومشاركتها مع مجتمع المبرمجين الأطفال. التطبيق معتمد من كيد سيف ولا يحتوي على إعلانات، وهو متاح للتثبيت على أجهزة الأندرويد والآيفون أوبريتنج سيستم. التطبيق الثاني يسمى الديناصور ديزي. هو تطبيق للأطفال الذين يريدون تعلم البرمجة، يعمل على أجهزة الآيباد، وهو مجاني يساعد الأطفال على تعلم مفاهيم برمجة الكمبيوتر الأساسية بطريقة يمكن للذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات فهمها. يعلم الديناصور ديزي مفاهيم البرمجة مثل الحلقات والأوامر الشرطية دون استخدام المصطلحات المعقدة. هذه اللعبة القصيرة تجعل البرمجة ممتعة وسهلة للأطفال. تم تصميم هذا التطبيق ليقدم للأطفال لمحة عن إمكانية البرمجة، ويمكنهم تحميله مجانا، وهو ممتع ويعتبر أفضل طريقة لإثارة اهتمام الأطفال بإمكانية البرمجة. التطبيق الثالث يسمى لعبة القفز. يمكن الاستفادة من هذا التطبيق من أجل تعليم الأطفال البرمجة، وهو متاح بشكل مجاني على أجهزة الآيباد والآيفون، وهو مصمم للأطفال من عمر 7 سنوات إلى 13 سنة، ولكن يمكن لأي شخص استخدامه مهما كان عمره. تطبيق لعبة القفز يساعد الأطفال على إنشاء الألعاب والتطبيقات والرسوم المتحركة الخاصة بهم أو أي شيء آخر يريدونه. سيشعر الأطفال بسهولة البرمجة عبر استخدام الأدوات الملائمة للأطفال التي يوفرها التطبيق. يحتوي التطبيق على مقاطع فيديو تعليمية تعلم الأطفال البرمجة عبر إنشاء ألعاب شهيرة مثل بوكيمون جو وتطبيقات الرسوم والمزيد. التطبيق الرابع يسمى سكراتش. هو تطبيق برمجي مجاني للأطفال الصغار من 5 إلى 7 سنوات، يساعدهم على برمجة القصص والألعاب التفاعلية الخاصة بهم، ومن خلال هذا التطبيق يتعلمون حل المشكلات وتصميم المشاريع والتعبير عن أنفسهم بشكل إبداعي على الكمبيوتر. يقوم الأطفال بتجميع كتل البرمجة الرسومية معا لجعل الشخصيات تتحرك وتقفز وترقص وتغني. يمكن للأطفال تعديل الشخصيات في محرر الرسوم وإضافة الأصوات إليها، وحتى إدراج صورهم الخاصة، ثم استخدام قوالب البرمجة لجعل شخصياتهم تنبض بالحياة. عندما يقوم الأطفال الصغار بالبرمجة باستخدام تطبيق سكراتش،
سيتعلمون كيفية التعبير عن أنفسهم باستخدام الكمبيوتر وليس فقط التفاعل معه. ومن خلال هذا التطبيق سيتمكن الأطفال من تطوير مهاراتهم في الرياضيات واللغة، مما يدعم تنمية مهارات الحساب والقراءة والكتابة في مرحلة الطفولة المبكرة. باستخدام تطبيق سكراتش لا يتعلم الأطفال البرمجة فحسب، بل يمارسونها للتعلم أيضا. يعمل تطبيق سكراتش بشكل مجاني على أجهزة الأندرويد والآيفون أوبريتنج سيستم. التطبيق الخامس كارغو بوت، هو تطبيق برمجة مجاني متاح على أجهزة الآيفون أوبريتنج سيستم، وهو مناسب للأطفال من سن 10 سنوات وما فوق. يتخصص هذا التطبيق في تعليم الأطفال على حل الألغاز التي ترتبط بذراع آلي يجب برمجته كي يقوم بأداء مهام مختلفة، مثل نقل الصناديق الملونة لإنشاء تصميم أو رسمة معينة. تم إنشاء تطبيق كارغبوت في البداية على أجهزة الآيباد باستخدام تطبيق ترميز يعمل باللمس يسمى كودا، الذي يعتمد على لغة لوا، مما يعني أن الهدف من هذا التطبيق هو تعليم لغة لوا التي تعتبر مناسبة للمبرمجين الصغار. تطبيقات مغامرات البرمجة. تطبيق كود أدفنتر هو تطبيق فريد من نوعه مناسب للأطفال من عمر 6 سنوات وما فوق، يعمل على أجهزة الأندرويد والآيفون أوبريتنج سيستم. يركز التطبيق على الألغاز البرمجية الحاسوبية الملائمة للأطفال ويتميز بتصميمه الجميل. سوف يتعلم الأطفال كيفية برمجة العناصر المرئية والأصوات المرحة والشخصيات المحبوبة عبر حل الألغاز المعقدة. الهدف من التطبيق هو إعادة الشخصية إيرورا إلى المنزل من خلال إكمال 30 مستوى من الألغاز. يتضمن مستويات مختلفة ابتداء من الأساسيات وصولا إلى الحلقات البرمجية والأوامر الشرطية. يحتاج الأطفال إلى وضع الأوامر بالترتيب الصحيح، وسيكتشفون أيضا إذا كانت هنالك حاجة إلى تكرار الأوامر لتحريك الشخصية حول الشاشة، لأن كل حركة تأخذها خطوة واحدة فقط في أي اتجاه. يتم إدخال عناصر الألغاز المختلفة مثل منصات الطائرة والجسور المتحركة والسلالم والبوابات تدريجيا، مما يجعل البرمجة أكثر متعة. سيحل الأطفال الألغاز الصعبة أثناء تعلم كيفية البرمجة، وهذا التطبيق يعد فرصة رائعة لتعزيز تواصل الآباء والأمهات والأخوان والأخوات مع الأطفال وإثارة اهتماماتهم في الموضوعات المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. بشكل عام يعد تعلم البرمجة للأطفال حلا رائعا إذا كنت تجد أن الطفل مهتم بمعرفة المزيد من علوم الكمبيوتر. باستخدام التطبيقات التي ذكرناها فهي تسمح للأطفال بأن يصبحوا أفضل في مجال البرمجة وتعلم كل جانب من جوانبها.